ان شاء الله كلكم بخير. هسه رجعت من اسواق عربيه ولهسه بيغدي برا. فيجري اشتري كميات كبيره من اللحم واحطه بالاكياس صغار واحطه بالفريزر حتى كل طبخه اطلع واستخدم اللي اريده. راح اشوف لكم شلون اسوي هذا الشيء. هذا العلاق راح اسويه اليوم للغداء وشويه زلاطويه ما راح احطه بالفريزر. انا اخذت 6 باونات من لحم البقر، يعني الشرح العادي اعتقد يسموه. خليت المقصوص ليا للمرقة هيجي. وهنا انا اخذت 9 باونات من اللحم الغنم اللام شينك، ويجوا هيجي طوال وقصقصوا لياهم حتى احطهم بالمرقة لو شي اللي يعجبني. فراح اجيب الزبلوك صغار واحطهم كلهم هنا، وبالاخير بالشاربي بالقلم راح اكتب هذول شنو حتى من اطلع الفريزر اعرف شنو لا استخدم. جبت الزبلوك مالي راح كلهم افتحهم، راح احط الكمية اللي راح استخدمها كل طبخة مالتي. مثل ما قلت هسه الجو بارد يمي ومرات ما اكسل ما اريد اطلع، فهذا الشيء اللي اريده. واو، أنا ما يعجبني اللحوم تكون صغيرة، ما يعجبني يكون لحم صغير، هيك شي يعجبني شوية كبير. راح أضيف كل 12 وحدة تشيز. هاي كل طبخة. تعرفون أني أقدر أعيش بلا لحم خاصة بأمريكا، بس زوجي يحبه هواية فمن هيك أشتري. بعدين اكتب هذول ما شنو وتاريخ حتى اعرف. فهاي راح اطلع 7 طبخات يعني كل زين ما شاء الله. بيف ستيو يعني مال مرق بيف، راح اكتب التاريخ. اوكي هسه راح اسوي مع لحم الغنم. يعني من قبل ما يعني اطبخهم كل ما اغسلهم هيك يعجبني يكون. راح احط حوالي 5 في الواحد. هيك يكون زين. واللحم الغنم راح اسوي لي 6 طبخات. ان شاء الله شوي استفاديت من الفيديو. باعوا اذا يكون عندكم اكل زايد لو استخدمتوه ما تريدوا على طول حطوا بالفريزر، ما يصير شيء عليه ويصير فرش، وطلعون اي وقت تحموا عادي. اذا ما عرفتوا هسه تعرفون. هم تشترون كميات كبيرة مع اي نوعية اللحم يكون ارخص حتى تسوهم اصغر، وكل مرقات مع طبخاتكم تطلعون تسوون. ان شاء الله استفاديتوا.